السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي للجمال عنوان. يا رب تكونوا جميعا بخير وعافية. فيديو اليوم عن وصفة طبيعية رائعة جدا لتوحيد اللون وتفتيح الأماكن الغامقة كالركب والأكواع والمفاصل وتفتيح ما بين الفخذين وكل الأماكن الداكنة في الجسم. وصفة رهيبة وسريعة جدا في التفتيح، يعني تلاحظي تغيير واضح من أول استخدام في نعومة وتفتيح لون البشرة. سهلة الاستخدام، تستخدم يوميا قبل الاستحمام بخمس دقائق. لعمل هذه الوصفة نحتاج ملح الليمون، بيكربونات الصوديوم، زيت جوز الهند، وأغراس الفحم. وكربون من الصيدلية. طريقة التحضير، نضع ملعقة من جوز الهند، ملعقة كبيرة من جوز الهند، ونضيف ملعقة من ملعقة كبيرة أيضا من ملح الليمون وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة صغيرة من حبوب الفحم، ما يعادل 6 أغراس من حبوب الفحم. نحرك المكونات حتى تمتزج. الخلطة دي ممكن نحتفظ بها في الثلاجة في أي علبة، وممكن نضعها في قوالب الثلج، يعني تكون زي الصابون، ونستخدم يوميا قطعة مع الاستحمام. طريقة الاستخدام، قبل الاستحمام بخمس دقائق بنوزع على المكان اللي احنا عايزين نفتح لونه، وبعد كده بندعك بحركات دائرية بواسطة ليفة بنتخلص منها، وبنكمل استحمامنا عادي بالشاور جل. تستخدم يوميا وإن شاء الله بتلاحظي فرق واضح من أول استخدام. الخلطة مناسبة لكل أجزاء الجسم ما عدا الوجه، استعمال على الوجه قد يأتي بنتائج عكسية خصوصا إذا كانت البشرة حساسة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وإذا عجبتكم شاركوها مع صديقاتكم، ولا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.